الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه العميق إزاء الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية. حركة طالبان أفغانستان تعلن وقفاً لإطلاق النار لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر. الخامسة صباحاً الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية. وفي اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة، وجه الرئيس السيسي بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محليا، وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش شدد على ضرورة التزام إسرائيل باحترام الحق في حرية التجمع السلمي، وذلك في ظل ارتفاع التوتر في القدس الشرقية ومحيط المسجد الأقصى. ذكر المتحدث ستيفاني دوجاريك في بيان إن الأمين العام يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار العنف في القدس الشرقية المحتلة وطرد عائلات فلسطينية من ديارها، داعيا إسرائيل إلى وقف مخططاتها واحترام الوضع الراهن في المواقع المقدسة. تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا الثلاثاء على مستوى وزراء الخارجية العرب عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك بناء على طلب فلسطين لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة. قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي إنه تقرر رفع مستوى الاجتماع إلى المستوى الوزاري بدلا من مستوى المندوبين الدائمين تناسبا مع خطورة الاعتداءات الإسرائيلية. أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى القاضمي عدم الترشح لخوض الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة التي ستجرى في العراق في 10 أكتوبر المقبل. أضاف القاضمي في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام أن قراره بعدم ترشحه متخذ منذ اللحظة الأولى لهذه الحكومة. أكد القاضمي أن جولات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة أسفرت عن تخفيض وجود القوات الأمريكية في العراق إلى ما يقرب من 60%، مبينا أن الاستهداف المتكرر لقاعدة بلد الجوية التي لم يبقى فيها جندي واحد أمريكي له أغراض انتخابية. أعلنت حركة طالبان أن مقاتليها سيلتزمون في عموم أفغانستان وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر. قال طالبان إنه سيتم وقف كل العمليات الهجومية في جميع أنحاء البلاد من الأول إلى الثالث من أيام عيد الفطر. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 38,911 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1024 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية. بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البرازيل إلى أكثر من 15,184,000، بينما تجاوز العدد الرسمي للوفيات إلى 422,000. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. دمتم في أمان الله، كنت معكم أنا سارة عبد الله، أراكم على رأس الساعة القادمة.